أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام غير المسلمين في العمل في هذه البلاد المسلمة؟ وهل يعتبر لهم حكم أهل الذمة؟ لا، أهل الذمة الذين يدفعون الفدية ويسكنون في بلادنا، يدخلون سكنى في بلادنا ويدفعون الفدية، هؤلاء هم أهل الذمة. أما أن يقدمون من الكفار إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر أو يأكل للعمل، فهؤلاء ليسوا أهل الذمة، هؤلاء مستعملون، هؤلاء يسمون بالمستعملين.